الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن منطلق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية بوزيرها المحترم وكل القائمين عليها، وتشريف السادة مساعدي الوزير وتفضلهم بهذا الوقت. الحقيقة شكر خاص لسعادة السفير خالد بعمران مساعد وزير للشؤون الثقافية لما يوليه للعمل الديني والدعوي وعمل وزارة الأوقاف من جهد خاص، سواء في الإفاد أم في البعثات أم في مؤتمراتنا الدولية. كما نتوجه أيضا بخلص الشكر والتقدير سعادة السفير يوسف بيه الشرقاوي. الحقيقة رغم أنه على موعد اليوم صلاة الظهر للسفر إلى المملكة العربية السعودية، إلا أنه رحب وأصرى أن يخصكم بهذا الوقت الهام. وسعادة السفير مساعد وزير الداخلية محمد بيه مرسي، حقيقة بنشكرهم جميعا، فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق والأخ الشيخ أحمد تركي، ندعو له بالتوفيق والسداد في المهمة الكبرى التي يقدم عليها. الحقيقة هذا اللقاء من الأهمية بمكان احنا حقيقة أساسا في نعلم ان دون نخبة منتقى حقيقة، سواء من السادة العلماء الأئمة أم من السادة القراء، فهم يعني من خلاصة أبناء الوزارة فهما وعلما، وإن شاء الله نظن بهم الخير. لكن حقيقة في نقطة مهمة، لأن القضية أكبر من كونها بعثة أو إفادة، الأمر جد خطير. الحقيقة أنتم تسافرون في هذا التوقيت في مرحلة بالغة الدقة والصعوبة، سواء في تاريخ مصر أم في تاريخ المنطقة أم فيما يحدث في كل دول العالم. وبعد إطلاق دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني التي لاقت أصداء عالمية واسعة، الناس ينظرون إلى كل واحد منكم على أنه أمل، مش أمل مصر، أمل العالم. يعني الناس اللي باعت دعوة لحد من حضراتكم أو طالب من مصر خاصة، هو يؤمل أن يرى منكم وجهة نظر الإسلام الصحيح السمح الرافض لكل ألوان العنف والتطرف. يعني ربما أنت تذهب بعفوية إلى مركز من المراكز الإسلامية، لكنك ربما لا تدري كم الجهات التي ترصد حركتك وسمتك وفكرك وما تقول. يعني ربما تلاقي واحد منكم دون أن يشعر عدة جهات لترصد من لحظة وصول المطار تصرفاته إزاي، عامل إزاي، قال إيه، القضايا اللي مسها، تدخل في ما لا يعنيه ولا لم يتدخل. وبالمناسبة فقد تجد ان الموضوع ابعد مما تتوقع. لذا هناك امان شيخ احمد باذن الله غدا، يعني ممكن يجوا بدري ساعة، وحضرتك الكتاب الاخير اللي هو مفاهيم يجب ان تصحح، نحاول بسرعة نعطيه لهم ويبقى يعني حضرتك تفتح ليهم الكتاب ده، مهم جدا، ويقرؤوه قراءة واعية. ولكن أولا، فبالنسبة للسادة القراء حتى لو كانوا من الأئمة، أنت ملتزم فقط بالمهمة التي انتدبت إليها فقط، وهي أنت ذهبت لتكون قارئا، فقف حتى لا تفتح عليك أبوابا، أنت ذهبت فقط لتكون قارئا، ليس لك الإفتاء. لأن خلينا واقعيين، معظم القراء غير المتخصصين أحيانا يجتهد
يفسر القرآن فيضيع نفسه ويفتي بدون علم. فأنت إن تدبت لتكون قارئا فقط لا علاقة لك بأي جانب آخر. بالنسبة للإخوة العلماء جواب واحد فقط يسألك الأوضاع السياسية أو وجهة نظرك في الإخوان اللي بيحدث في مصر، قل له أنا لست رجل سياسة، عندكم السيد السفير اسألوه في العلاقات السياسية، أنا رجل دعوة فقط. طيب يعني أنت رأيك إيه؟ أنا عندما وصلت إلى هنا جئت لمهمة واحدة هي بيان صحيح الإسلام. طيب إيه رأي الإسلام في الكلام ده؟ هذا بعد سياسي له رجال والمتخصصون فيه من الدبلوماسيين، وأنا جئت فقط لمهمة واحدة. فإن وجدت إلحاحا أو ضغطا أو محاولة إقحامك، ما عليك إلا إنك تتوجه إلى السيد السفير وبتقول له والله أنا جئت لمهمة دينية وأجد ابتزاز للجوانب السياسية، فإما أن تتدخل إن كان هذا الشخص لا صفة له، أو تتفضل تقول لي أنا بسافر وبتأخذ رأي السفير. لكن حتى وقال لك رأي دي يقينا، أنا بقول لك يقينا بعضكم سيتعرض لهذه الأسئلة قصدا، وهذا حتى قد يضعك في مشكلات أنت ليك، أنت يدخلك في قضايا أنت في بعد وفي غنى تام عنها، وتأكد أن قد تكون مخابرات دول عديدة ترصد هذا عليك. فأنتم انتدبتم تقولوا إحنا جئنا لمهمة إيه؟ دعوية فقط، وترتب من الآن دروسك الدعوية مع التركيز على الإيمانيات، ما يقوي الجانب الإيماني كبعض أوجه الإعجاز البياني في القرآن الكريم. برضو الشيخ أحمد إن شاء الله نبعت لهم كتاب اللي هو من أسرار البيان القرآني قبل ما يمشوا، ده في دروس مهمة، لأن في رمضان الناس مهتمة بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرات. الكتاب ده شكل لك 7-8 دروس، فعندما تتحدث عن البيان الإعجاز البياني في القرآن الكريم ما يقوي جانب الإيمان، سلسلة مكارم الأخلاق، الإنسانيات، الأمور المتفق عليها. لما أنت بتتكلم في بلاغة القرآن أو في الصبر أو في الصدق أو في العفو أو في الحلم، سواء كان من يجلس سلفيا إخوانيا صوفيا شيعيا مصريا مغربيا، هذه أنت تتكلم في الجود والكرم. رمضان شهر العطاء والإنفاق، شهر صلة الأرحام، شهر البر، شهر الإحسان، هذه المعاني المتفق عليها. عندما تتحدث عن بلاغة القرآن لا يستطيع أحد أن يجادلك، فأنت تعمل في المجمع عليه وتتأكد أن الناس، أنت الآن تمثل صورتين همتين، يعني كل واحد فيكم بينظر إليه على حاجتين، مش على أنه مصر وعلى أنه الإسلام الصحيح. أنت الناس المصريين، ما أنت المفترض أن احنا بنبعث أفضل ما عندنا، فعندما الراجل ده جاء من مصر هي دي مصر، ما يصدر منك هو مصر، وما يصدر منك هو الأمل في الإسلام. فإن وجدوا فيك الشخصية الوسطية فإذا الإسلام وسطي ومصر منهج وسطي وهؤلاء أناس معتدلون، لكن إن وجدوا فيك أي شطط فهو محمول على مصر ومحمول على الإسلام. الأمر الآخر إن كل من صافى فيكم إما بدعوات خاصة هم قليلون، وإما الآن نحن لا نقبل إلا الدعوات عبر سفاراتنا بالخارج، فأنت عمليا مرشح من قبل السفارة وهي مرجعيتك. إن شاء الله نؤمل بإذن الله أن تكونوا يعني كما نحب وزيادة، وأنتم من الوعي والفطنة. لكن المهم من هذه اللقاءات طبيعة المكان والزمان والناس، وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله عندما أسس لمذهبه الفقهي بالعراق، لما انتقل إلى مصر ووجد تغير الأحوال غير من بعض آرائه الفقهية، فعرف مذهبه القديم فتوفى العراق بالمذهب القديم
وفي مصر بالمذهب الايه الجديد. يعني مثلا لو حد بيكلمني على صدقة الفطر، ربما اجد في الصومال او جيبوتي او بلد من البلاد او حتى من ادغال افريقيا ان الحب انفع للناس، لان الناس يمكن ان يكون معها النقد ولا تجد الحب، فقد يفتى بان الحب اولى. لكن لو واحد عايش في واشنطن او نيويورك او لندن او باريس، هتديله قمح ولا شعير هيعمل بيه ايه هناك؟ طيب لما تيجي عشان نخرج من الخلاف بنقول ايه؟ من اخرج ما نص عليه في الحديث من القمح او الشعير او التمر اجزأه، ومن اخرج ما يقاس على ذلك من الارز واللوبي والفاصوليا وسائر البقوليات اجزأه، ومن اخرج النقد اجزأه. طيب ايهما افضل؟ ما فيه مصلحة الفقير. لو ان البيئة موجود تحتاج الى الطعام وفي شح الى الطعام والناس معها النقد ولا تجد الطعام، نقول الطعام اولى لان مصلحة الفقير في الطعام. فان كان في بيئة متحضرة، وماذا يصنع الرجل بالقمح وماذا يصنع بالشعير؟ سيبيعه بنصف ثمنه، فالنقد ايه؟ فالنقد اولى. ونوسع افق الاراء الايه المتسعة لكل الناس، طبيعة البيئة ومعرفتها. واختم حديثي لكم عشان تعرفوا بس قيمة البيئات، واللي بقولكم ده يعني ليس من باب مجرد الدعابة، وانما واقعة حدثت فعلا. احد اساتذتنا كان مبعوثا في دولة ليبيا، وفي بعض المناطق البدوية في ليبيا كلمة جحر تعادل معنى الفرق بمعناه المصري المكشوف. والرجل جالس بعفوية في البدء، فبيقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ام احد البدو والاعراب وقال له يا اخي والله النبي حبيبي ما يقول قلة الادب دي، خدت بالك؟ الرجل بيقول حديث صحيح، لكن عشان كده النبي الامام علي كان يقول ايه؟ خاطبوا الناس بما يفهمون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت لما تقول حاجة البيئة العقل لسه ما يتقبلهاش يقول لك والله النبي حبيبي ما يقول الكلام ده، انا مش مصدق الكلام ده. هو مش مصدق النبي، لا، هو الكلام انت فاجئته، ما اهلتوش التأهيل الايه الكافي. ومن هنا كان لقاءاتكم بالسادة يعني اصحاب الخبرة والتجربة بطبيعة البلاد، حتى تكون يعني على معرفة بالطبائع العامة. الامر اللي ان شاء الله باذن الله سنرتب مع سيد السفير خالد عمران والسيد وزير الخارجية باذن الله تعالى ان يكون في دورات موسعة في المعهد الدبلوماسي ومطولة لاصحاب الافاد الدائم. احنا مرة اخرى بنتمنى لكم التوفيق، وبنشكر السادة مساعدي الوزير يعني على وجودهم وتفضلهم بهذا الايه بهذا الوقت وهذا اللقاء. سائلين الله لكم السداد والتوفيق، وان شاء الله بنتمنى الشيخ احمد ودي الدار الاولى بعد تولي مهمة التدريب ان ينطلق مع زملائه انطلاقة واسعة باذن الله تعالى. شكرا السفير يوسف اللي يبدأ عشان يوسف يا عشان هذا الوضع 1 2 3 4 ففقوا بعد كل اسبوع هو بيتواصل مع خالد بيه يقول والله احنا وصلنا لغايه الوضع الفلاني. هذا بالنسبه للتشغيل، لان ما يعرف يوصل للسفاره ولا يعرف يوصل للخارجيه بالظبط، فهو يحتاج يرجع العلاقات الخارجيه بالوزاره، ودي مسؤوليته وتشغيل لهم سفاره. ادي واحد الحقيقه بالنسبه للشيخ ومناسبه المرحلة السودان، انا عايز اركز مهمه جدا اشار الى السادس. في يوم كنا عاملين بنعمل مراكز اللغة العربية وبنتوسع في مراكز اللغة العربية في الأزهر في أوروبا، فشيخ الأزهر قال كلمة هامة جدا 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 جدا، عايزكم دي تحفظوها لأن ده الاقتباس. قال إيه؟ أن نحن نقيم المراكز سواء اللغة العربية أو الإسلامية ليس بقصد أسلمة أوروبا أو أمريكا أو أي دولة في العالم على الإطلاق، ليس ذلك هدفا لنا، وانما
طيب ان يفهم الاسلام ليحترم الاسلام والمسلمون. يعني مش قضيتنا ان انا اخلي اوروبا تبقى اوروبا المسلمه او امريكا المسلمه. نحن لا نريد ان نؤسلم العالم، وانما نريد ان يفهم الناس الاسلام ليحترم الاسلام ويحترم المسلمون. فانت ما يكونش لان واحد اداله كده رايح دوله اهم حاجه عنده ان انا اسلمها كلها. انت مش رايح المهم تاسلم الناس، انت تشرح الاسلام. وزي ما بقى سيد السفير لما تشرح عظمه الاسلام وياتي الناس اليك طواعيه. يعني لما يجي واحد جاب صاحبه ويقول له تعالى اسمع الشيخ وهو يسمع، انت ما كلمتوش، هو سمع عظمه الاسلام قال لك انا عايز اسلم. يبقى لا قوانين العالم ولا في قانون في اي دوله هيمنعه ان الراجل يمارس حريته التي اختارها. ادي واحد. اثنين، ما لم تخرج بدعوه رسميه فمهمتك محصوره في المسجد. يعني ما كانتش الصفاره عامه القاء والاجهه رسميه بطلب، انما انت ما تروحش تتجول زي بعض الجماعات اللي تروح تقعد على القهاوي وفاهم ان هو ده الدين. الامر السودان بالذات بالذات، لان لما كنت في السودان طرحت هذه القضيه. بالنسبه لشمال السودان عدد غير المسلمين 3% فقط. ومع ذلك يعني يمكن انك تروح في منطقه من المناطق اللي فيها قلق. اياك انك انت تدخل في القصه دي او القضيه دي مش قصتك. يقول لك احنا عندنا تنصير، عندنا تبشير، عايزك تواجه وظتك في مصيبه ويدخلك في قلق مع منظمات دوليه ويقول لك المنطقه دي وانت تاخدك الحماس ولا او تقعد، انت مش شغلتك. هم العلماء السودان اللي عندهم بيقدموا 13 واحد واثنين هناك 15، هم عندهم المئات، خليهم هم يقوموا بالجزئيه دي وقوموا انتوا بالجانب بيان الايه؟ بيان الاسلام. قول له خلينا احنا نشتغل في بيان الاسلام وهم يقوموا. انت حضرت المحاضره معانا، يعني تقول له انا جاي التعليمات اللي عندي الايمانيات والاخلاق والانسانيات وما يجمع ولا يفرق ولا يفرق. محدش في اي دوله يتخذك راس حقول الحق. الشيعه عندنا مشاكل، ياخدك انت الحماس تهدم الشيعه. الحق المسيحيين عاملين لنا مشاكل، تيجي داخل القتل. الحق السلفيين عاملين لنا مشاكل، انت مش رايح تحارب نيابه عن حد. انت جاي تقول لها احنا في الازهر وفي الاوقاف اتعلمنا ان المرحله تحتاج الى ما يجمع. لن ندخل في اي صراعات لا عقديه ولا حزبيه ولا طائفيه ولا مذهبية على الاطلاق. وعجبني الحته الكويسه اعمال العقل. يعني دماغك شغال. استاذ محمد صبحي لما حضر معانا بيقول حد بيسالني فبيقول لي بيقول لي قابلت ولد كان على وشك انه يرتدي حزام ناسف. فبيقول لي يا استاذ محمد ما حدش قال لك مره عرض عليك انك تلبس حزام ناسف؟ قال له لا اصلا مش هينفع، ولو عرض عليا اعرف اناقشه. ان قال له اناقشه ازاي؟ قال لي طب لو قال لي البس الحزام ده وخد مليون جنيه اقول له يا اخويا البس انت واديك اتنين وخلي المليون لنفسك. طب ايه انا هعمل ايه بالمليون بعد ما اموت؟ هيقول له اخش الجنه. الجنه دي فيها ايه؟ يقول فيها كذا وكذا، والجنه دي حاجه عظيمه قوي. يقول له طيب اعمل انت العمليه دي الاول وادخل انت الجنه، ولما تدخل انت الجنه بقى انا مطمن ان كلامك مظبوط. لان لو الجنه دي لو الموضوع ده بجد، لو الموضوع ده بجد بيودي للجنه بجد ويوصل الى بجد، طب هتفيدك انت ازاي؟ هتديها لي انا برضه؟ هتاخدها انت؟ خدت بالك؟ فعايزين نستخدم لغه العقل ومحدش يستخدمنا. لان بص احنا حط 99% و9 من 10 ان النوايا في استخدامكم سليمه، وحط 1% ان حد بيستخدمك ورضتك او يستخدمك فانت لا تستخدم. نسال الله لكم السداد والتوفيق.